وحمات مقال لدى أرقيس لغا دافوري ترتنقى حفتيقى قرانقى كريمكا كاسو اي سوق من قابسي هاي دا البركة الخيرية لغونا تلقلين كفايد استان قار كم دا مدارس تكويا لقبل كمرودو جيح أردي آذو ترب دانو ككلا سعودي مدارس تكلا مدارس تكوكلا يا لديقان دا الصيلة مقال مؤمن مدوين يا مقال لدى أرقيسا ايا ترتن كاني كا قيب غالا يا كواسو كو ترتم اي جساسكا كلا دواني قرانك كريم كا ترتن كانو كا قبسو مي كدها مركز كا امام مالك اي حافده اي شبوري من مقال لذار جيسا ايا غورين با مناسبة داني وحافري قار كميدا حبنا اسو قبن قابية ترتن كا حفتيقا قرانك كريم كا كاسو عردي داني كو ترتم ايان جساسكا كلا دواني قرانك كريم كا وحانو مسؤول كاني فافاين ديرادو كبحية ترتن كاني يهب السامي سعود كاوسعون دونو ياردي ذا كقيب قليسا إساقو ماها النقلير يأسو تشيدي هاي دال بركة الخيرية ومالكا ذا كبحين يسردير قلنتا كلام كيلاهي وحانو مسؤول كاني هذا الذي سيكمي ذاها وحان ماانتا يان ترتن كاني ناس إن شاء الله وكبيغان يهي بشي رمضان وبشي ساقالا ذا لبية توبان كيدي sanadka kun 1443 oo waafaqsan 4ta 14 bisha 4aad 2020 oo u dhaxeeya tartanka quraanku madarista madrasatu imaam malik oo hadda fadhino madrasada sayli aflah madrasatu magala muumin iyo madrasada madaway guud ahaan tirada ardayd ee ka qayb galaysa tartankaasi waxa weeyaan waa 4tan arday oo isugu jira hablo iyo inamaba waxa ay noqon doonaan juusaska lagu tartamayaana 10ka juus 5ta juus 2da iyo 1 juus baa lagu tartami doonaa dhamaan waxaan arinta ugu jeednay ama ujeedooyinkan ugu tala galay iyo danta aanu kaleenayna ay tahay ugu horeyn inaannu gudano waajibaadka inaga saaran umadeena iyo ardayda iyo dadka aanu hayno masuuliyadda kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala baritaankiisa inaannu waajibaadka gudano qodobka labaad وكرو قادست كتاب كإله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى نقصود دشيء إن وغنا دقة منهج كأنه كل رقم من إنتنا دويا دشوقني إن أنا كتاب كرو قادنا آخر سكيسة حفظ جيسة يبرش ديس مركب الله بعض مقدم كسد حاد أيو شدوا إن كانوا واحد وواحد يرجلين تأرضي ده إن أرضي ده عشان نقدان أرضي كل يرن كرتا إن أي معناها قرآن كإله سبحانه وتعالى أي برتين حفظين أي كهر أخريان تدك إن تعلق يجمع عدن oo ardaydoodi iyo qaar kale wajiyo cusub ay ku jiraan qodobka afraad iyo ujeedada afraad waa isdhexgalka madarista iyo isbarashada ardayda inay macnaha yihiin inay meel ka soo wada jeedaan si ay soo ogaadaan inay macnaha ardaas isbartaan oo isdhexgalaan kuwi macnaha laga soo qaaday aryaafta iyo tuulooyinka iyo kuwi magaalada joogayba oo ay is ogaadaan inay walaal yihiin kuna walaalowayn kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay maanta ku tartami doonaan ugu dambeyn ujeedankaanu ka leenahay waxa weey ogaanshaha sidaas oo kale mustawah ardayda ee quraanka ay marayaan inay ogaano oo isaga laftiisana lagu ogaado xilliga de lagu tartamo ee Allahu sallallahu alayhi Muhammad meel iyo goob sidoo kale la isugu yimaado ayada 13aad iqra qawlullahi azza wa jal wa yasta'jilunaka bil adhabi wa lawla ajalun مسمى لجاءهم العذاب عذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم ترتكن اي سوق بان قابسي هايدا البركة الخيرية ايا كم اذا ترتنى ذا حفتيقى قرانك كريم كي بشان بركيسان ربضان كقبسو مقايقى سوماليهد كاسو ارديدا لغو ديري قليو اسلام مركان اللاسيو هديدا اذو قاليا وهيب سريان ورباينتا نولوشا إسلامكا هرقيسا